أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. نبدأها بالخبر الأول: توجيه حكومي بشأن الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه. وذكر بيان لمكتبه أنه وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للضرائب وقام بإعمامها إلى فروع الهيئة في المحافظات في إجراء فردي خلافا للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء. وأضاف أنه قد شكلت وزارة المالية بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين. وفي خبر آخر: توتر جديد بين العصائب والسوداني بسبب المقاومة وتصريحات تعبان. حيث قال النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق علي تركي الجمالي إن الكرامة جزء لا يتجزأ سواء في غزة أو لبنان أو إيران أو العراق، وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعادة النظر بمستشاريه ومنع ظهورهم الإعلامي. ويأتي هذا بعد تصريحات عبد الأمير تعبان مستشار السوداني التي طالب فيها قوى المقاومة التي تمتلك سلاحا وتريد القتال إلى التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، رافضا خلال حديثه الأخير أكثر من مرة وصف العراق بأنه جزء من محور المقاومة، ومؤكدا أن رؤية الحكومة تنصب على تجنيب البلاد مخاطر الحرب. وفي خبر آخر: وزارة الصحة فرض الرسوم على زيارة المريض ولا يشمل مرافقه. حيث أوضحت وزارة الصحة تفاصيل قرارها الخاص بزيارة المرضى في أوقات محددة، فيما أشارت إلى أن فرض الرسوم على زيارة المريض خارج أوقات الزيارة لا يشمل مرافقه. فقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن تنظيم أوقات زيارة المرضى خارج الزيارة الرسمية المحددة يهدف للحفاظ على سلامة المريض، مبينا أن الوزارة تحرص على صحة المرضى الراقدين في المستشفيات، لهذا قامت بتخصيص أوقات محددة لزيارة المرضى. وأضاف أن زيارة المرضى تكون خلال 3 أيام، وهي الاثنين والأربعاء من الساعة 3 إلى 8 مساء، ويوم الجمعة من كل أسبوع من 8 صباحا ولغاية 12 ظهرا، وتكون بالمجان، لافتا إلى أن الإجراء اتخذ لغرض تنظيمي وليس لغرض مالي. وأكد على منع الزيارة للمريض منعا باتا من 8 صباحا ولغاية 3 من بعد الظهر في جميع أيام الدوام الرسمي. وأكد أن هذا الإجراء يتضمن استحصال مبلغ 5000 دينار لمن يزور المريض خارج أوقات الزيارة المذكورة، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل مرافق المريض. وذكر أن الوزارة تسعى للحفاظ على خصوصية المريض، لافتا إلى أن الغاية من هذا القرار والتعليمات هو إعطاء الوقت الكافي والمساحة الكافية للأطباء والممرضين والملاكات الصحية والمختبرية المختلفة المساحة الكافية للقيام بعملهم. وبين أن هذا الإجراء متبع في بلدان العالم وهنالك تنظيم للزيارة، لافتا إلى أن الغالبية من الملاكات الطبية والصحية والمرضى أشادوا بالقرار. وفي خبر آخر: الصدر مخاطبا ضيوف العراق اللبنانيين: لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. رحب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بضيوف العراق اللبنانيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي إلى اللجوء للعراق طلبا للأمن. وقال الصدر في تدوينة على منصة إكس: أهلا وسهلا بزوار المعصومين من لبنان، مؤكدا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ودعا الصدر المواطنين العراقيين إلى الاهتمام بالضيوف. وفي خبر آخر: حملة تفتيش إلكترونية كبرى
للكشف عن الأسلحة غير المسجلة في العراق. تطلق وزارة الداخلية مطلع العام المقبل حملة تفتيش إلكترونية كبرى للكشف عن الأسلحة غير المسجلة، فيما تستعد لأخذ بصمة منتسبي القوات الأمنية لأول مرة منتصف الشهر الحالي. وقال سكرتير ومقرر اللجنة الدائمة لحصر وتنظيم الأسلحة بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان إن وزارة الداخلية سبق أن أطلقت المرحلة الأولى من مشروع تسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة ضمن السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة رقم 21 لسنة 2021 وقرار الأمن الوطني رقم 52 لسنة 2022 الذي تضمن منح الحق لكل رب أسرة لامتلاك قطعة سلاح واحدة و50 إطلاقة للمسدس و200 إطلاقة للسلاح نوع رشاشة. كما تم تحديد نهاية 31 من كانون الأول من العام الحالي كآخر موعد لتسجيل الأسلحة وفق الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة بداية العام الحالي. وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستطلق بداية العام المقبل حملة إلكترونية كبرى لتفتيش الأسلحة غير المسجلة، داعيا المواطنين إلى الإسراع بتسجيلها لتجنب المساءلة القانونية. وأضاف اللواء سلطان أنه ستتم محاسبة المواطنين المخالفين الذين يتبين امتلاكهم أسلحة غير مرخصة وفق قانون العقوبات وفرض غرامة مالية كبيرة فضلا عن قيد جنائي واعتبار ذلك جريمة مخلة بالشرف تمنع المخالفة من التعيين مستقبلا. وفي خبر آخر، أهالي البتاوين يتظاهرون للمطالبة بتخفيف الطوق الأمني عليهم، حيث تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية والمقاهي الشعبية وسكنة البتاوين وسط العاصمة بغداد. تظاهروا مقابل ساحة التحرير للمطالبة بعدم إغلاق المحال التي تتوسط المنطقة. وطالب المتظاهر محمود حسن بتخفيف ضغط القوات الأمنية على أهالي المنطقة، مؤكدا أن القوة الماسكة للأرض أي فوج الطوارئ الثالث تجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق في أوقات مبكرة. ودعا متظاهرون آخرون إلى ضرورة تقليل الحملات الأمنية في البتاوين ومراعاة ساكني المنطقة ومصادر رزقهم.